بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لضبط التعليقات على مقاطع الفيديو باليوتيوب نتبع الخطوات الآتية. أول شيء بنروح للإعدادات. من الصفحة بنروح على البريد الإلكتروني وبننزل لإشعارات البريد الإلكتروني، بنعمل تخصيص وبنختار إيش يتم إرساله لإلنا عبر البريد الإلكتروني، بنعمل حفظ عشان نضبط التعليقات في كل مقطع على حدة، كل مقطع بعد رفع بنفوت على تعديل وبننزل على تعليقات وبننزل الأسفل للتعليقات وبنختار السماح بالتعليقات المعتمدة فقط وبنعمل حفظ التغييرات. هلا عشان اتابع التعليقات اللي بتتم على القناة بيكون عندي خيارين، اما من الايميل اني بضغط مباشرة على رابط التعليق، او بمجرد دخولي على الصفحة الرئيسية للقناة بيعطيني انه في تعليق جديد. هذا التعليق راح يظهر عندي خيارين، إزالة أو موافقة. بالضغط على الموافقة راح تظهر عندي التعليقات. في حال وجود أي أسئلة حول هذا الموضوع برجاء مراسلتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.